ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. الفيديو هو فيديو النهارده هنتكلم عن شخصية بتمثل، بتغني، بتعمل كل حاجة، بتخرج، بتألف كلمات، بتلحن، بتعمل كل حاجة. الشخصية النهارده اللي معانا أحمد مكي. أحمد مكي كان قايل اللي هو كل شهر هينزل أغنية جديدة بكليب بكل حاجة. فهو لما لقى الدنيا كده اللي هو ما ينفعش ينزل مثلا اسبوع كل اسبوع اغنيه، عشان كل اغنيه تاخد مشاهدات بتاعتها وتاخد حقها، صح، تطلع ترند، تمام. فالاغنيه اللي معانا النهارده اغنيه اسمها اغلى من الياقوت. الاغنيه دي سمعتها مره واحده بس، ده اغنيه والله العظيم اول ما سمعناها على طول طبعا عملنا لايك، روعه بجد يعني. والكلمات هو حتى انا استغربت لما لقيته هو اللي مألف الكلمات. بصراحة أغنية توب 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 جدا، وإن شاء الله تطلع ترند يا أحمد يا مكي. وحتى الكليب خيالي، يعني معرفش فين المكان اللي مصورينه فيه، هما مش كاتبين طبعا، مش هيكتبوا، بس مكان حلو جدا والله. وده حالك لما تسمع أغنية أغلى من الياقوت. عارف إني مش مثالي، بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وأنا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب، وديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب. وحس دقة قلبي جنب قلبك، 100% ما حبتش في الدنيا قبلك. لما بحضر أول مرة ليك في أي حاجة، قلبي بيرفرف وحس بألف حاجة وحاجة. إحساس غريب، جزء مني تحول إنسان، بيزعل وبيفرح وبيزرع جوايا الحنان. دلوقتي هنخش نشوف الأغنية مع بعض، تمام؟ وهنا طبعا في البداية هنا تحس موسيقى ألف ليلة وليلة كده. طبعا يعني اغاني احمد مكي دايما مميزه، دايما فيها تحسها كده، فيها حاجه كده لون جديد. هات، شفت هو كان لابس السلسله، بس السلسله معمول عليها الشعار بتاعه شغل جديد ومونتاج جديد، حاجه ما عملهاش في كليب بتاعي قبل كده. هو حتى هو قايل الدجون وحاجات حلوه. بص المكان ده فين بقى؟ اللي هو المكان ده يعني اللي هو الصحراء ده، وفي بحر وفي كده، مش في مصر. بص سواه بقى، مكان جامد قوي والله. بس هو بقى ماشي كده والله. لا لا الكليب ده يا جدعان، احنا دلوقتي بنتفرج على الكليب، هو لسه نازل يعني، نازل مكتوب عندنا من ربع ساعة، من 15 دقيقة كده. فإن شاء الله الكليب ده هيطلع أول ترند على اليوتيوب، إن شاء الله هو هيكسر الدنيا. شابوه بجد لأحمد مكي، يعني دايما بيبدع وما بيعملش أي حاجة أحمد مكي. خلاص دلوقتي يعني حتى بيفكر يعمل كبير أوي الجزء السادس كمان. وإحنا برضه عملنا فيديو على الحوار الكبير أوي الجزء السادس، يعني هتشوفوه تحت اسفل الفيديو، هتشوفه في الاند سكرين ان شاء الله. وشوية فيديوهات كده برضه عاملين. طبعا الاغنيه بتتكلم عن الابن اللي هو يعني خايف لحسن لما يكبر ويعجز، ابنه مثلا ما يقدرش يسنده ويبقى سنده ويبقى معاه وكده. اغنيه جامده قوي والله، يعني واحد يحط كده السماعه ويسمع واحس دقه قلبي جنب قلبي 100%. ما حبتش فيديو بسيط كده، بس فيديو بسيط كده بس على الاغنيه. قلنا نطلع تابعونا، احنا بنعمل فلوجات وبنعمل حاجات كتير جدا، فلوجات وتحديات تطلعوا على القناه، ومقالب بتطلعوا على القناه برضو. فبس كده، بس تعمل اشتراك للقناه ولايك للفيديو وشير لو عجبك، وشير لو عجبك. وبس كده، كان معكم بي فيديو. سلام. بحضنك وحس دقه قلبي جنب قلبك 100%. ما حبتش في الدنيا قبلك. لما بحضر اول مره ليك في اي حاجه، قلبي بيرفرف وحس بالف حاجه وحاجه. احساس غريب، جزء مني تحول انسان، بيزعل وبيفرح وبيزرع جوايا.